قبل نحو 1000 يوم كان شارع لوبيا في مخيم اليرموك شيئا واقعيا ليس ذكرى، لكن العودة له الآن أقرب للمستحيل بعد أن أصبح خاليا من مئات الآلاف من زواره ومليئا بركام الدمار كما هي الصور. شارع صفد ولوبيا وشارع 30 كلها شوارع كانت تزدحم بزائري الأسواق، وبعد انطلاق الثورة السورية أصبحت مزدحمة بهتافات الثائرين ضد النظام تضامنا مع مخيمات فلسطينية قصفها نظام الأسد في درعا واللاذقية. أيضا قبل مدة طويلة كانت عدسات بعد المارة تصور جزءا من حركة اليرموك المزدحمة الذي يقع في جنوب العاصمة دمشق، واليوم يقف مراسل سانة الثورة بحذر خوف رصاصات القناصة التي ترصد لهم تحركاتهم ما بين شارع وآخر. مخيم اليرموك منطقة تكاد تنعدم فيها الحياة، 5 شهور على انقطاع التيار الكهربائي وإيقاف خدمات المشافي بحسب ما يتحدث السكان. مثل ما شايف احنا عايشين في هالمخيم، يعني مشيت انا وياك وشفنا الكهرباء ما في عندنا من 5 اشهر، الكوابل كلها انسرقت في السوق السوداء، عندنا المشافي ما فيها كهرباء، كل يوم بنطلع طفل صغير لانه على المنفسه مات، على المنفسه ما في عندنا كهرباء تشغل المنافس، ما عندنا اجهزه غسيل كلها كلها على الكهرباء. يعاني اهالي المخيم وبشكل يومي من معامله عناصر الحواجز التي تحيط بشوارعه ويقومون بمضايقه كل من يريد الدخول اليه. نحن نقطع عن انفسنا الطعام لنشتري فيها ذخيره وندافع عن هذه المنطقة لكي لا يتقدم الشبيحة والجيش الأسدي إلى هذه المنطقة. وفي شوارع تعتبر أقل دمارا وقصفا أوقفتنا مشاهد مرور لبعض السكان، في شارع تباع فيه قلة من الخضروات على الأرصفة جميعهم امتنعوا عن التصوير لأسباب أمنية. هي حالة قاسية يشهدها مخيم اليرموك وذكريات مؤلمة يعيشها أهله في اللجوء وقد تجاوز عددهم 300,000 نسمة. أبو البراء للعربية.